80 راه يدخل لي ربح الريالات دخلناك بلا ما زكا مرقش ولاد يوسف ولاد يوسف خير حسن مع الخير اخو شحال اش دايره في السن ديالها سنه الحليب تبارك الله اش من مرقد هذا انا يا ولاد يوسف ولاد يوسف تبارك الله كاميرا كارني مرشاف اش من بلاصه هذا ولاد سعيد ولاد سعيد يعني 5000 درهم للواحد لا لا ملاح تبارك الله ملاح تبارك الله عندك شد شد هذاك شد شحال قلت اخويا شدي شحال؟ 39 ها؟ هنايا 95 جملة تخرجوا هادو شحال شباب؟ 38 32 ونص اش ديري في السن؟ جملة فرادي ما عطاوكش شحال؟ 17 الله يسر لك السلام عليكم اخوان اليوم الفلوق ديالنا ان شاء الله غادي يكون بلا شك راكم عارفين قصب التادلة وما غادي نكملوا من قصب التادلة اليوم 12/6/2023 غادي نكملوا من السوق ديال التادلة ان شاء الله وغادي نمشيو كما وعدنا الناس اللي كتبوا لنا في كومونتيرات البلاصه اللي بغاو نصوروا ديال الجزيره مشينا لواتزم السوق الاسبوعي ديال واتزم وصورنا الجزائر غادي نلوحوا الفيديو التالي من بعد هذا الفيديو هذا والمهم هذا الفيديو هذا خاص بتادلة مشينا الرحبة عند مالين الماعز ومالين الغلم والمهم كما دزنا فطرنا في الاول عاد دزنا السوق وشنا كل يعني الثمن باش نقول لكم كما في كل فيديو كل مع من تلاقى كاين الرخاء وكاين الثمن على حساب كل واحد كاين اللي تيعرف يشري كاين اللي يعرف منين كيفاش يشري كل واحد زعما صراحه كله مع من تلاقى المهم السوق كان فيه المليح بامتياز المليح المليح وحاولوا تكملوا معنا الفيديو حتى الاخر لان فيه شي لقطات زوينين كامل بالنسبه للحوليات وراكم عارفين ما كاينش الفيديو اللي نمشيو نصوره وما كنتخاصموش مع شي ناس بعيد عليهم كل البعد وتنتخاصموا معهم علاش يقولك لا ما تصورش لا الناس يعرفوا الثمن لا كذا وكاين الناس واعين تبارك الله وعارفين بان التصوير اعلان بان تتعرف حتى المنطقه ماشي عاد التصوير بوحدو يلا بلا ما نطول عليكم وخليكم مع الفيديو وما تنساوناش بشي لايك وبشي تعليق يكون زوين وقولوا لنا السواق اللي بغيتو ومرحبا شحال باش خرجت هذه عمي شحال 87 87 باش خرجت 87 الف ريال شحال 95 اش دايرين كاملين سنا الحليب ولا ثنايا ها ثنايا 95 جمله الاخوان راه خارجين 95 اش من مرقد هادو شباب اش من بلاصه عامل هنا عامل تادلة النيت تبارك الله وي شحال اخويا باش خرجوا هادو شحال؟ مليون 10000 درهم واحد ولا شنو؟ جوج لا بجوج بجوج هاك هو هذا عشرة الاف درهم بجوج عشرة الاف درهم اش دايرين في السن ديالهم؟ اش دايرين في السن؟ ثنايا لا لا مزيان يعني 5000 درهم للواحد لا لا ملاح تبارك الله ملاح تبارك الله عندك شد شد هذاك شد هادو 64 32 الوحدة مزيانة الله يسر الله تبارك الله زوينين 5000 درهم الواحد الله مخير جوج ثنايا ياك يلا شنو مرقد هذا منين شد هذا عادي وتجعد بالجعد هذا بالجعد وهذا والله زوينين شحال اخويا باش خرجوا هادو شحال شباب 38 38 باش خرجوا شحال قلت اخويا باش ديها شحال 39 39 باش داها دو الاخوان خرجوا 86 هاكا تالينا دي اخويا تالينا باش خرجت شحال باش ديك هادي 120 زوينه تبارك الله 120 لا لا شدوا لي عال هادو 86 ياك جمله باش شديتهم 86
مليحه. اش دايرين في السن ديالهم؟ ثنايا ثنايا الحليب وثنايا واحد ثنا الحليب عندك 65 الله يجزيك 32 ونص. اش دايرين في السن؟ عسنا الحليب الله ييسر لكم. شحال؟ 17 الله ييسر لك. 72 92 اش دايرين في السن ديالهم؟ كاين اللي كاسر كاين اللي مازال. فردي ما عطاكمش؟ لا جمله ما بغيناش نفرد. ما بغيتوش تفردوا؟ اش من مرقد هذا؟ اخا مرقد وسعان حدا غرب العلام. حدا غرب العلام الله يجيب لكم التيسير. الله يحفظك. ها اخويا سامين عنده شحال؟ 96. اش دايرين في السن؟ عسنا الحليب سنان الحليب ما فرادي ما عطاوكش؟ ما عطاوش. ها 100 5000 درهم الله يجيب التيسير. شنو مرقد هاد السلعه اخويا؟ ولاد اسماعيل. ولاد اسماعيل ها من عندنا الله يجيب. شحال عطيتك اخويا شحال؟ 70 70 جمله. وفرادي ما عطاوكش؟ شحال عطاو فيهم؟ 40 الله يجيب التيسير. 40 فرادي العظيم نسر. اش دايره في السن ديالها؟ عسنا الحليب. عسنا الحليب تبارك الله. شحال قلتي لهم؟ شحال قلتي لهم؟ 54 مرقد؟ ولاد يوسف. ولاد يوسف خير عاد 50 اخويا الله يجيب لك التيسير. امين اخويا الله يحفظك. حسن مع الخير اخويا شحال؟ 75. اش دايره في السن ديالها؟ سنان الحليب تبارك الله. اش من مرقد هذا؟ انا يا ولاد يوسف. ولاد يوسف مليح اخويا. وانا تنصحب انا غتكون شي جامعه ولا ماتني ايام اربع ايام لا لا الخير تبارك الله خير يا بابا. وري لها فمها وري لها. اه والله والله احسن نشوفوا لها فمها. الله يجيب لك التيسير اخويا. 75 اللي عاطين كيف؟ لا 75. وش حقا اللي قلت لي متى؟ 90 تبارك الله. حولية 4500 درهم اللي طالب فيها مولاها. دير اخوان راه عاطينا 75 وقاطعه ب 4500 درهم حوليه مرقد ديال ولادي تفرع سنان الحليب. اللي شافها راه ما يقولش سنان الحليبه. 75000 اللي عاطينا جمله 72 3600. اش دايرين في السن ديالهم؟ عاصنا الحليب. وبالنسبه للفرادي ما عطاوش؟ لا ما عطاوني جمله. يعني نعطوك فرادي واحد شحال تبيعو مثلا؟ لا انا 75. 75 والله يجيب لك التيسير. اش من مرقد هذا؟ عانا؟ غرب العلام. كسيبه ديالك ولا عشرة؟ كسيبه والله يجيب لك التيسير. باقي خوف 35 جمله؟ جمله. فرادي ما عطاوكمش؟ لا ما عطاوناش. عطاونا 35 جمله. كسبتكم ولا عشرة؟ لا عشرة. عشرة تسولك على المرقد ديالها هذاك الشيء. ماشي من هنا راه داك الشيء مرقد. الله يجيب لك التيسير. شحال سامعين؟ 57. فرادي ما عطاوكش؟ شحال عطاوك فرادي؟ هادي 64 الله يبارك 64 والله يجيب لك التيسير. شحال اخر؟ 56. اش دايرين في السن؟ سنان الحليب. سنان الحليب شحال هادو؟ 56 اخويا عارف 56 مليح تبارك الله. اش من بلاصه هادو؟ ولاد سعيد. ولاد سعيد وبالنسبه لهادي فرادي شحال؟ 63 60 3000 درهم. لا لا مليح السلعه تبارك الله.
سنان الحليب كل شيء الله يجيب لك التيسير حسام عينه ديال 33 جمله يعني 1950 درهم فرادي ما عطاكمش جيب التيسير هرم الخياطه اسمح لي خلينا ندوز لحظه لا طال 5000 درهم اش داير السن ديالو 40 تيسير عمي هذا شحال 65 عام 65 ومازال ما 65 اللي عاطي 65 شحال طال فيه 70 خايت على واحد شحال هاد الخيره ديالنا 62 اش دير السن ديالها هنايا الله يجيب التيسير التيسير وين حق ديك المره راه سامعين شحال 4000 درهم يعني ما نبيعوش عطينا 4000 درهم جمله عمي مجيني خلي عيد المورين خلي اسوق على 20 110 اش جيرين في السن ديالهم؟ 2 مرقدان من هنا تهاد الانيف فرادي ما عطاوكش فرادي 130 والله سلعه مليحه في الوقت ها؟ الإخوان طالبين فيهم 130 فرادين إخوان بالنسبة لهذا الفيديو إلا ما لقيتوش في الصفحة ديال بني ملال بعيول الجالية المغربية لا بالنسبة للفيسبوك ولا بالنسبة لليوتيوب إلا سطوف شي صفحة من غير هذه السمية عرفوا هذا الفيديو بأنه راه ماشي ديال هذه القناة اللي مليوح فيها وبأنه راه عسرقوا بأن راه أي فيديو أي واحد تيسرق الفيديو راه تيطلع لينا وتطلعونا لليوتيوب للفيسبوك وتنصيفطوا ليه ميساج تنحيدوا ليه الفيديو ولكن القناة الشركة ديال الفيسبوك ولا ديال اليوتيوب راه كتصرف معاه راه تيكون عنده إنذارات ومن بعد تيحبسوا لي القناة بصفة نهائية عام مخالفة وحدة تقريبا ولا ما عاد جات وتيحبسوا لي القناة ديما ما عمرت داك الجيميل يفتح به قناة أخرى جديدة يلا مرحبا ما عطاوك فرادي ما عطاوك 60 لا شي هذا 60 ماشي 30 لا فرادي 60 3000 درهم بالنسبه للاخوان فرادي 3000 درهم ان شاء الله لا حول والله يجيبك التيسير الله مرقد قصيبة قصيبة ديالك ولا عشان قصيبة ديالنا قصيبة ديالك قصيبة ديالنا عاش ما تنسولوش على المرقد تنعرفوا واش قصيبة ديالو ولا عشاري لا كان عشاري لاش غادي نقولوا لي كاع الا كانت قصيبة ديالو راه غادي يقول لنا المرقد ديالو منين المرقد جيت القصيبة جيت القصيبة جيت اينوف واخا راك مدخلهم هنا بلاصة الحوالة والله الا دخلنا ليك سمعتيني بلاصة الحوالة ايه راه سمعتيني هنا دابا بلاصه الحولي معروفه الحولي ليره معليش الله يجيبك التيسير الله امين الله يرحم والديك الله يحفظك اما اللي تيقلب على الحوليه تيمشي ليه ايوا هادشي اللي هذاك الحوليه شحال سامع الخير ديالنا سامع انا 4000 هذاك السابي ولا السابي شحال هاد الخيره ابو محمد خويا عبد الكريم الله يحفظك حكينا مع هاد المولى باقي يلاه غنديد ياك مليح اش جاب السن ديالو قابل لي من اللي جاب لي الانتباه لا مليح دينا خو 68 68 باقي ما عطينا حتى حاجه 3400 درهم اخوان باش داو الدراري الله يجيب لكم التيسير أمين.
انا اللي بغى شي سلعه بحال هذا يتواصل مع محمد. مرحبا. نجيبها ليه. مرحبا. الله يحفظك. حسام عين هذا 366. 366. شحال واحد؟ اربعه. ثلاثه. كاينه بلاتي. 364. هاي شفيك تصير عادي زاره. عاو عاو كاين مالي فيه. عزيز دخلناك بلا ما تزكى. عزيز كورا رزقي هذايا ولا ما بغيتش انا. انا ما بغيتش. هو يخصم لي بعد. عام يرشموا 380 90 الف. يرشموا ما فيش الله يجيبها. 680 الف ريال. 180 عارف هذا هو ما صحيحاش. 180 صافي الله يربي الحال. الله يربي هادشي طانا صاحبي الفيديو واه يطبعوا معاه صافي هادشي هادشي جان الله يرب باش الله يرب ساعات ضربات غير والله ما ندخل فيه ندخل ولا بعد الله يرب كل حاجه حي الله يرحمهم 180 من قطع عليهم 40 خيط واحد 30 لا بغيت بغيت ما بغيتش خيطوا الناس يا السلام عليكم ما قدينا الفلوس الله يعاونك ها خليت السلسلة غتخرج من هنا عاد السلسلة تشتري من الصنديق هذا اثنين باقيين سنة الحلي هذاك سنة الحلي باش ما خيطوا الناس تبارك الله واش هذا هاك مشى البال سنة الحلي اثنين هذه ان شاء الله تعبر بعمر هذا بين مليون ان شاء الله واي والله ان شاء الله سالا مشوبين هذا العدوير هو هذا يقول من الله وراك على طول لي عاكك 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 4 2 اجيو غنصادف لك هذا سامعين هذا خويا شحال 120 3000 درهم الواحد اش ديري سنه الحليب ها سنه الحليب وفرادي بوحدو هذا ما عطاوكش شويه ديالها 65 خاص هو الله يجيب التيسير شويه ديال دوز شويه شنو مرقد دا عمي هنا سيد لاني ها الكمون اخوان عطينا 65 65 ونخر عطينا 6000 درهم اش دير السن ديالو 4100 اخوان راه ما صناش كينصوروا راه كاين الزحامه تنمشيو شويه بكري باش نسيكلوا شويه غليمات الساعات راه مشكله في التصوير ما تقول اصحابي الله يهدا مشكله سمعنا اخويا هادو شحال 84 84 اجي لي من السن ديالو سنا الحليب سنا الحليب لا فرادي ما عطاوكش فايده هذا عطاني فيه 90 90 4500 درهم الله يجيب لك التيسير الله يحفظك سمعنا اخويا هادو شحال 82 اخويا 82 سنا الحليب ولا تنايا ولا سنا الحليب فرادي فاده ما عطاوكش فيه 75 75 الله يجيب التيسير شحال 82 جمله 95 قلت لي 85 لا فرادي فرادي 85 اللي عطاو شحال قلت لي متى 100 5000 درهم 5000 درهم اخوان سنان الحليب ما عندوش حال حسا معينا شحال عطاو ها 110 يعني 55 فرادي هذا بوحدو ما عطاوكش حولي 80 اش دير 2 ولا 3 الحليب 2 شحال قلتي لي انت 90 4500 درهم اللي طالب فيه عطينو 84000
يعني 4200 درهم. الله يجيب لك التيسير. شحال اخويا باش خرجت هذه شحال؟ 73 73 الف ريال اخوان باش تبدا. يعني 3650 درهم. يلا ما يهلف رجل. باش خرجت جملة. مية وأربعين يعني 3500 درهم الواحد. في الرادي ما عطاوكش شريف؟ ما عطاوكش في الرادي؟ نشوفوا هنا شحال عطاو؟ 60 60 لا عاطينو شحال قلتي لهم انت؟ الله يجيب لك التيسير. 112 واش داير في السن ديالو؟ 200 سنان الحليب. تبارك الله. شكون من قدام؟ هذا هنا شراني الزواير. الزواير تبارك الله. وهذا الاخر هذا؟ بجوج عطيني مليون و24. مليون و24 بجوج. والله يجيب لك التيسير اخويا. الله انت هو سنان الحليب. سنان الحليب. ماشي سنان الحليب. شحال داير هاد الخير؟ هادي عطوني بيوم 76 76 درهم ديال المعقول. اش جايين في السن ديالو؟ هنايا هنايا. وفي الرادي ما عطاوش؟ في الرادي ما عطوني والو. ها جملة جملة. شحال هما ثلاثة ياك؟ ثلاثة. مرحبا. على السلامة مليحة تبارك الله. عاكسي بايات؟ زايدين عندي. زايدين عندك؟ الله يبارك. على الله يبارك. 77 اش دير السن ديالو؟ نيك. شحال قلتي لي انت؟ تنقول لهم 84 الا جاب الله. 84 يعني 4200 درهم. الله يجيب لك التيسير. شحال؟ 42 جملة. بالنسبة للفرادي ما عطاوكمش؟ 44 تتفردوا ولا بغا شي واحد شي وحدة؟ عاصنا الحليب كاملين ياك؟ لا لا ملاح. اش من مرقد هذا؟ ولاد يوسف. ولاد يوسف الله يبارك. السلعة زوينة تبارك الله. والله يجيب لكم التيسير. 30 جملة ولا فرادية؟ 42 سنة. هادشي اللي عاطينا حنا الشوط. جملة 30. شحال قلتي لهم انت؟ قلنا لهم تاش. ياك. شحال نقولوا لهم؟ يا قول اخويا كيقول. انت ضروري غتقطع السلعة ديالك. والله يجيب لك التيسير. واش تحضرت المنون؟ حسن 42 اش دايره في السن ديالو؟ عاصنا الحليب. شحال قلتي لي انت؟ 44 يعني 2200 درهم. الله يجيب لك التيسير. الله يحفظك. الاخوان عاطينو 54 جمله فادو يعني 54000 للوحده. تبارك الله السلعه مليحه. شحال سامعين هادو؟ هادو سامعات 48 48 جملة ياك؟ 25 هادي في الرادية شحال؟ 25 باش نفردا. انت الاخوان الدراوش اللي بغا يسولوا على الصغيرة حنا كنسولوا على الصغيرة. هادي راه 25 اللي عطاوه في الرادية. 44 48 هادو اخويا شحال هادو؟ 47 دجات 23 الوحده. يعني 23 و500 الوحده. 500 الوحده. الله يبارك. الله يجيب لكم التيسير. اللهم امين. الله يسهل علينا وعليكم. الله يحفظك. الخير 76 فرادي ما عطاوش؟ شحال؟ 40 2000 درهم. وهذه الصغيره هذه؟ 34 34 والله يجيب لك التيسير. الله يحفظك. الله يحفظك. 30 ديال الاخوان سامعه 50 2500 درهم.
الكره شحال؟ 34 34 هذه 50 والاخرى 34 الله يجيب لك التيسير 26 1300 درهم زوينه تبارك الله السلام عليكم شحال عطينا عمي فهاد الجديد شحال؟ شحال سامعين؟ 8000 8000 جمله فرادي ما عطاوكش شحال عطاوك في الرادي؟ 9000 عندك واحد راه تطلق راه ذاك الوسطاني الله يجيب لك التيسير اش من القداد اش من بلاصه؟ اش من بلاصه هذا؟ بن زرنطل مرحبا الله يجيب لك التيسير شحال هنايا؟ شحال سامعين هذا واخا شحال؟ 12 جملة فيهم سنان الحليب ولا كبارات ولا شنو؟ كاع سنان الحليب اش جات لي اثنين واش حال قلتولي؟ تبيعوا جملة ما كتبيعوش انتوما في الرادي؟ جملة ها الجملة شكون البلاصة هادو؟ شكون البلاصة؟ سيد الهناوي عن طريق بجاج طريق بجاج هذيك الكارتة هون كلشي راه سنان الحليب فيهم عاد جات لي اثنين والله يجيب لكم التيسير قلت لك يا اختي ماشي بنادم اسامعينا عمي هذا شحال؟ مازال ما نقول على الله ما الله يفتح لنا الله يجيب لك التيسير سامعينا عمي هذا شحال؟ 11 هذا 600 درهم والاخر 11 الاخر 550 درهم عسنا الحليب ياك؟ عسنا الحليب اش من مرقد هذا؟ مولود بني زرنطل الكلاد ديال بني زرنطل والله يجيب لك التيسير الله يبارك فيك شحال سامعين اخويا شحال شحال عطاو شحال عطاو 12 13 يعني 600 درهم والاخرى 13 650 درهم شحال عطاوك هنا 12 13 هذيك 650 درهم وهذه 600 درهم عسنا الحليب الله يجيب لك التيسير 27 اش دير السن ديال؟ هو قدام لا اش دير السن سنة ديال؟ هذا اخويا راه قدام الله يجيب لك التيسير حاولنا جملة 28 هادو غلا ديالك هاد غلا 28 جملة وهاد الصغار اللي في يدك هادو بوحدهم اش دايرين في السن ديالو؟ عم من هنا من لا لا منين؟ من الجماعة شنو الجماعة؟ ولاد قواش؟ جيت بالجعد الله يجيبك التيسير